الأخت أم يوسف من جبل نافوسة تسأل شيخنا: لو أن إنسانا عليه غسل شرعي وبقي جزء بسيط، قالت هكذا، قالت من جسمه لم يصله الماء، هل غسله صحيح أم ماذا يفعل بالضبط؟ لا، غسله ليس صحيحا، لكن السؤال يعني هل صلى بهذا الغسل أو انتبه قبل أن يصلي؟ إذا انتبه قبل أن يصلي وقد جفت أعضاؤه وبقيت هذه اللمعة، فإنه مطلوب منه أن يغسل هذه اللمعة ولا شيء عليه، لا يعيد بقية الغسل، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء الله له. أما إذا صلى ثم فطن إلى تلك البقعة التي لم يصلها الماء فإنه يغسل تلك البقعة ويعيد ما صلى، والبقعة ليست مغسولة مهما كانت عدد الصلوات. نعم، يعني يغسل البقعة الغير المغسولة ويعيد ما صلى مهما كان عدد، ويعيد الصلاة إذا صلى. نعم، وإذا لم يصلي لا شيء عليه. جزاك الله خيرا.